قبل فترة من الزمن كنا في ضيافة الحرس الشركسي في الديوان الملكي، وثقنا لقصة تاريخية من تاريخ بلادنا. كان للشركسي حضور في وسط البلد، لكنها لم تكن أيضاً في وسط البلد وحدها، بل عندما جاءوا إلى هذه البلاد استطاعوا أن يعيدوا بناء 3 مدن أردنية. بعد ذلك انتقلنا إلى النادي الأهلي، وجدنا في النادي الأهلي كثيراً من البرامج، لكنها لم تكن برامج عادية، كانوا الأوائل في كثير من الأشياء. تخيلوا قبل أكثر من 100 عام أن يكون هناك قصص أردنية يحملها الشركس لنا من بلاد القفقاس. في خفايا الشركس نوثق لقصة جديدة لم يعرفها كثير من أبناء هذه البلاد، نوثق لكبيرهم وقصته والخابزة. خفايا الحكاية من الشركس وقصة جديدة في خفايا الحكاية. هاي هي المرة الثالثة اللي أطرق فيها أبواب الشركس هنا على الأرض الأردنية. أكثر من 200 عام على هذا التراب، مليئة حتما بالخفايا. تولدت بينهم وبين هذه البلاد علاقة لا أحد يستطيع أن يخدشها أو يشكك بها أو حتى أن يقترب منها. كانوا وما زالوا هم الشركس المحافظين على أصولهم، يتذكرون كل شيء يوثقونه بالنادي أو بالجمعية وفي حراسة الشرف في القصور الملكية العامرة. لكننا اليوم جئنا إلى هنا إلى مجلس عشائرهم الشركسي لنسألهم عن هذا المجلس وقصته وماذا يعمل. تم تأسيس الجمعية الخيرية الشركسية في الأردن من خلال فريق أكيد تحدث فيه رئيس الجمعية في الأمور هاي، وبدت الجمعية تتبنى هاي الأمور. وأيضاً مع الزيادة السكانية اللي بعد الأربعينات اللي صارت في الأردن، اضطروا الشراكسة أيضاً كمان أنهم يشكلوا لجنة داخل الجمعية اسمها اللجنة العشائرية. كانت تضم 9 أشخاص على أساس من عمان 3 ومن كل قرية من القرى الثانية 2 حتى يحلوا المشاكل العشائرية اللي بتصير بين الشركس وبين أي عشائر ثانية وأيضاً داخل المجتمع الشركسي لوحده. ومن ثم سووا المجلس العشائري الشركسي الشيشاني، كان يضم 20 واحد من الشركس والشيشان. هذا المجلس كان يتولى كل الأمور العشائرية اللي كانت تصير مع بين الشركس والشيشان في بعضهم وبين أيضاً الشركس والعشائر الثانية. حتى صارت الزيادة السكانية بعد موضوع الخليج، فاضطر أنه يصير في مجلس عشائري شيشاني لحال ومجلس عشائري شركسي لحال يتولى أمور الشراكسة كلهم. حقيقة من زمن طويل الوثائق الشفوية هاي ساهمت مساهمة كبيرة جدا في اختصار مشاكل عديدة كانت تصير بين الشركس والقبائل العشائر المحيطة أو بين الشركس في بعضهم ويحلوا هاي القضايا. هذا كله أثبت أنه لازم يكون في مجلس عشائري يهتم في الأمور العشائرية كلها. الآن المجلس العشائري يتكون من 21 شخص كلهم من الشباب اللي إلهم عطاء متميز في الدولة الأردنية، وكل واحد منهم من عشيرة، لأنه الشركس اللي موجودين في الأردن بعد الإحصاء الأخير اللي سويناه إحنا كمجلس عشائري هم أصلاً من 185 عشيرة في القفقاس. الباشا الذي لم ينزع بسطار الجيش إلا بعد نحو 4 عقود كاملة في خدمة هذه البلاد انتقل اليوم ليكون على رأس مجلس عشائر الشركسي، لكنه يوثق أيضاً لتاريخ هذا المجلس منذ القدم. يروي لنا تفاصيل كثيرة. كان لهذا المجلس أساس في حماية وضبط الإيقاع المجتمعي، لتصل إلى خلاصة أن الشركس ما زال لهم كبيرهم الليمون عليهم بمجرد أن يرفع طرفة عينه. الشغلة الطيبة اللي في الأردنيين حقيقة أنه في الحلول العشائرية الكرم موجود والطيب موجود واحترام الآخر موجود،
فالثلاث شغلات هذه بتلين أكثر مشكلة موجودة وبتساهم في حل أي مشكلة موجودة. شعب طيب الحمد لله، في مثل ما حكيت في وقفة من الوقفات مرة كان في خلاف بين الشباب، قلت الشعب الأردني اللي بيميزه إنه وقت الضيق بصير واحد، يد واحدة وقلب واحد ولغة واحدة، بتفاهموا على المشكلة وبتنحل. نختلف عن بعض جهات ثانية، الحمد لله رب العالمين، وهذا اللي قاعد يساهم في تفاهمنا وفي معيشتنا مع بعض كأخوان وكأهل. الشركس بمجلسهم العشائري يرتبطون بعلاقات وثيقة مع العشائر الأردنية الأخرى، هم ممثلون لمجتمعاتهم وعاداته النبيلة التي يحافظون عليها ولا يسمحون لأحد بأن يتجاوزها. هم يمدون يدهم أيضا لمكونات مجتمعنا الأردني كله ويتحاورون ويتعاهدون، والهدف الأسمى مجتمع أردني يحمي هذه الأرض في وجه ديدان الكهوف وعشاق الفوضى والدمار. بدأ هذا المجلس يتصل مع العشائر والقبائل الأردنية على أساس أنه يسوي اتفاقيات معهم، وفي كمان شوي بتقدر تصوروا وثيقة كانت شفوية سابقا بيننا وبين بني صخر، والوثيقة الشفوية هاي وثقت فيما بعد في خلال الألفينات. أما العشائر الثانية، سواء بدك تقول العشائر البلقاوية أو بدك تقول عشائر بني حسن أو بدك تقول عشائر العبابيد والعجارمة، العشائر المحيطة في مناطق سكنة الشركس، فهاي في بيننا وبينهم وثائق شفوية وليست وثائق خطية، وفي محاولات الآن أن نعدل هاي الوثائق من شفوية إلى خطية حتى نثبت التعاون اللي ما بين العشائر هذه. ليس للشركس فقط مجلس للعشائر، بل لهم أيضا نظام اجتماعي خاص لا أحد يتجاوزه ويتم تربية الأجيال عليه، هو نظام الخابزة، تلك الكلمة التي تتكون من 7 أحرف فقط لكنها تضبط إيقاع عائلة شركسية ممتدة من المهدي إلى اللحد، هي حتى اليوم تاريخ وحكاية وتشريع وقانون أخلاقي لا يسمح باختراقه أو حتى تهميشه. هاي النقطة يمكن من الأساس ساعدتنا كثير كثير. تفضلت وقلت الكابزة عن العادة، وبالفعل كلمة شبه مقدسة عندنا، وبرافقها كلمة ثانية أيضا كمان اللي هي العيب. يعني أنا بذكر وإحنا شباب لما كنا نصير في مشاكل، إذا وقف واحد كبير في المنطقة ونادى على الشباب وقال لهم كلمة حيناب، يعني عيب، كلمة عيب رأساً كان بتخلي اللي رافع إيده ينزل إيده وتنتهي المشكلة. وكلمة خابزة اللي تفضلت فيها، كلمة العادة، يعني لما يقول خابزة ميقرب يعني ما بناسب العادة، فإذا قال ما بناسب العادة كمان رأساً تنتهي الأمور. ما بقول إنه الأجيال الحالية ما تأثرت شوية في بالنسبة لها الأمور هاي، لكن الحمد لله رب العالمين لغاية الآن الكبير محترم لسنه، والخابزة محترمة لغاية الآن، وكلمة حيناف عيب يعني محترمة، والعادات بنطلع إلها كدستور وكقانون. الخابزة هي عبارة عن الدستور تبع الشركس غير مش مكتوب، يعني العادات هاي مثلا أحد الشغلات الاحترام الكبير، العلاقة بين الرجل والمرأة، كيف وين بدك تقعد، وين كيف بدك تحكي، كل هاي مش مكتوبة لكن بالتوارث هي بسميها الأدقة خابزة. فالمفروض كل واحد شركسي
بتبع هاي العادات اللي احنا العادات الحميدة اللي عندنا. الجمعية الخيرية الشركسية هي الجزء الخامس من خفايا حكايتنا مع الشركس. لم تكن هذه الجمعية تختلف عن عظمة تاريخ الشركس في النادي الأهلي أو بالحرس الشركسي في الديوان الملكي والمجلس العشائري. الجمعية كانت جامعة لكل شيء، لكن من أين أتت هذه الفكرة وكيف نمت وتكونت حتى وصلت إلى ما تشاهدونها عليه اليوم؟ في كان الشركس بروحه على دراسة في جامعة الأزهر، فكان عدد من الشركس اللي درسوا في الأزهر الشريف، في كان رواق اسمه رواق الأتراك، هذولك في 1932 أسسوا جمعية الإخاء في مصر، وفي نفس الوقت أسسوا جمعية الإخاء في عمان اللي بمصر راحت. الجمعية الإخاء اللي تأسس ظلت تسجل بأسامي مختلفة يعني، وحتى وصلت إلى اسم الحالي الجمعية الخيرية الشركسية، وتسجلت في آخر إشي في سنة 1951، طبعا بعد ما صار عندنا وزارة التنمية الاجتماعية. هاي بالنسبة لتأسيس الجمعية. هاي عربايا وجميعكم يعرف معناها، لكن هذه مختلفة، توضع في مدخل الجمعية الخيرية الشركسية هنا في غرب العاصمة عمان. كنت أعتقد أن لها تاريخا طويلا وكبيرا، وإلا فلماذا يتم وضعها في هذا المكان المهم جدا؟ بالفعل لم توضع هنا عبثا، هذه عرباية الشركس التي كانت تمثل حقبة تاريخية شاهدة على الشركسي المحب لأرضه ومزرعته، يأكل مما يزرع، لا يمد يده إلى أحد، لا يجلس أيضا عالة على أحد، يحبون الأرض، ولذلك أخلصوا هناك في وطنهم وأخلصوا هنا أيضا لوطنهم. فما قصة هذه العرباية؟ هي طبعا تسمى عرباية، لكن بالشركسي بنسميها كوراجية باللغة الشركسية، لكن هي عرباية. لكن هي هاي طبعا هي من الأشياء اللي جابوها معهم من القفقاس، حتى طريقة صنع العرباية الشركسية تختلف عن العربايات اللي كانت السائدة. وأعتقد أنه بالأردن أول من أدخل نظام العربايات في الأردن هم الشركس. و إذا لاحظت العرباية هاي العجل تبعها مصنوع من الخشب، لكن عليه إطار حديدي، هذا الحديد كان يسخنوه حتى يتمدد ويحط العجل الخشب جواته، فبعد يسكر عليه عشان بتلاقي يعني صار أكنه حديد لكن هو من خشب، شايف؟ وبعدين اللي بسموه السلة اللي هاي تفك، طبعا اذا بتكون السله هاي موجوده بتحط فيها قش انا مش مزارع يعني، لكن زي ما شفته وانا صغير واهلي يعني ما كان عندنا عربايه، لكن كنت اشوفها بيجيبوا عليها القش وكل اشياء من البيادر، لكن بتقدر تقيمها حتى تستعملها لاشياء اخرى، حتى كان يقول عليها الحجاره لبناء البيوت. هاي طبعا بجر العرباية دائما ثورين لازم، هيك نظامها. هذا الجدار عليه هذه الصور، وهذه الصور ليست لأي أحد، بل هي لمن كان لهم الفضل في أن تسير الجمعية إلى ما هي عليه الآن، حتى مطبخا إنتاجيا تضم بين جدرانها. هم أيضا أوفياء لهذه السيدة التي كتبوا اسمها هنا. قصة كبيرة وعظيمة لأبناء الشركس. هذه ليست مجرد جمعية، بل هي بناء وتاريخ وتوثيق وأرشيف طويل وكبير من تاريخ بلادنا الممتد. هاي القاعة طبعا يعني بنيت بمساعدات من عدد كبير من الناس، وأول أكبر متبرع كان للقاعة هاي هي إجتنا من القفقاس، وبعدين تكملة القاعة هاي بالذات وتشطيب القاعة هاي هي السيدة الفاضلة منسنات تيف حرم المرحوم عبد الرحمن ماضي، فعشان هيك سميت هذه القاعة باسم قاعة أم سند ماضي.
لا يمكن أن تترك هذا التاريخ بلا توثيق ورواية لكل الأجيال. عليهم أن يعرفوا أن الخابزة هي نظام حياة نبيل بين الشركس، وأن النادي والجمعية هما مكانان يجتمعان ولا فرق بينهما، ويحفظان الأجيال من عبث المأزومين، وأن لكل بيت كبير ما زال الشركس يحافظون عليه، هم نموذج للعيش في الوطن، يقول شاعرهم في وطنهم: وطني يا قمرا أخضر يسكن في الكوباني، يا حزمة بلور أغصانا تتمدد عبر صباح البحر الأسود والشطاني، يا نجما يتألق اليوم أتيتك ضيفا من خلف رماد التاريخ، قبلت جبينك يا وطني وأخذتك بالأحضان، وأنا عنيد عنيد ولن أنسى مكاني أبدا. هؤلاء هم الشركس، وهذا هو وطنهم الذي كانوا يسكنونه قبل، واليوم يسكنون في بلادنا على هذه الأرض. هم جذور ممتدة، هم ملح البلاد وكراسي البلد.